بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمات الصف الأول رياض ومدارس الوطن العربي. الآن إن شاء الله سوف يكون درسنا باللغة العربية درس جميل جدا، وحتى نكتشف ما هو دعونا نشاهد هذا الفيديو. درسنا يا أحبائي الطلبة لهذا اليوم؟ أحسنتم، اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية تكتب ولا تلفظ، أما اللام القمرية تكتب وتلفظ. هيا ننظر معا إلى الحروف التي تأتي بعد اللام القمرية ونسميها بالحروف القمرية، وهي الألف، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الميم، الهاء، الواو، الياء. هيا نقرأ معا هذه الكلمات يا أحباء الصغار. الكلمة الأولى ولد، ولد. كما نلاحظ هنا أن أول حرف كلمة ولد وهو حرف الواو، والواو من الحروف القمرية. هيا معا ندخل عليها ال التعريف ونقرأها سويا. أحسنتم، الولد، الولد. هنا لفظنا اللام وكتبناها أيضا، وأيضا نرى هنا أن على اللام سكون فهي لام قمرية. ننتقل إلى الكلمة الثانية، هيا نقرأها، قمر، قمر. أحسنتم، والقاف هي من الحروف القمرية. هيا ندخل عليها ال التعريف ونقرأها بعد ذلك، القمر، القمر. أين وضعنا السكون؟ أحسنتم، على اللام ونقرأها القمر. هيا نرى معا الحروف التي تأتي بعد اللام الشمسية ونسميها بالحروف الشمسية، النون، اللام، الطاء، الظاء، الضاد، الصاد، الشين، السين، الزاي، الراء، الذال، الدال، الثاء، والتاء. وهذه الحروف الشمسية تأتي الشدة على الحرف الذي يأتي بعد اللام الشمسية. هيا نقرأ معا كلمات حتى نضع لها ال التعريف ونرى إذا هي
لام شمسية أم لام قمرية؟ نبدأ بالكلمة الأولى، هيا نقرأها يا أطفال الأحباء. شمس، شمس. هيا ندخل عليها ألو التعريف. وهنا تلاحظ عزيز الطالب بأن أول حرف كلمة شمس هو حرف الشين، وحرف الشين من الحروف الشمسية، وتأتي على الحروف الشمسية الشدة، ولا تقبل ألو التعريف أن تأتي عليها الشدة كما في اللام القمرية. الشمس، الشمس. هنا كتبنا اللام ولم نلفظها. هيا ننتقل إلى الكلمة الثانية، تفاح، تفاح. من منكم يحب التفاح؟ وأنا أيضا. حرف التاء هو من الحروف الشمسية وتأتي بعد اللام الشمسية ويأتي عليها شدة. هيا ندخل عليها ألو التعريف ونقرأها معا. إنكم أبطال، التفاح. أحسنتم. وهنا نلاحظ أعزائي بأن الشدة أتت على الحرف الذي يأتي بعد اللام وهو من الحروف الشمسية. والآن يا أحبائي، هل استطعتم أن تميزوا بين اللام الشمسية والقمرية؟ أحسنتم، إنكم دائما أبطال. والآن إلى اللقاء يا أبطالي، سوف أراكم في درس لاحق.